بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي ختام الآية التي قرأناها في الحلقة السابقة يقول: والله عليم بالمتقين، لما ذكر أنه لا يضيع أعمال عباده وأنه سبحانه وتعالى يحفظها لهم، ما يفعلوا من خير فلن يكفروه، قال: والله عليم بالمتقين. وهذا فيه الحث على الإخلاص لله عز وجل، في أن المسلم يخلص النية والقصد لله ولا يتظاهر بالإيمان أو بالصلاح والتقوى وهو في باطن أمره بخلاف ذلك، لأن الله يعلم ظاهر الأمور وباطنها، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم النيات والمقاصد. وهذه الآيات يؤخذ منها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الذم المذكور لأهل الكتاب لا يشمل جميعهم، وإنما هو مختص بمن اتصف به، وأما من آمن بالله وأطاع الله سبحانه واتبع رسوله فإنه يخرج من هذا الذم ويكون من عباد الله المؤمنين، لأن العبرة عند الله جل وعلا ليست بالأجناس والقبائل والأنساب، وإنما العبرة عنده سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثانيا، يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التعميم في الحكم، بل لا بد من التفصيل، فيبين من ينطبق عليه الحكم ويبين من لا ينطبق عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذم أهل الكتاب بين أن هذا لا يشملهم جميعا، أن هذا الذم لا يشملهم جميعا، بل لا يتناول الصالحين والمتقين منهم. وهذا فيه تعليم لنا في أننا نفصل ما فيه تفصيل ونبين ما فيه إجمال، ولا نعمم الأحكام من غير بصيرة كما يفعله الجهال. يؤخذ من هذه الآيات فضل قيام الليل، لأن الله سبحانه وتعالى نوه بأهل الكتاب الذين يقومون الليل، فقال سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. يتلونها بمعنى أنهم يقرؤونها، وبمعنى أنهم يتبعونها ويتدبر ويعملون بها، يقرؤونها ويتدبرونها ويعملون بها. فالتلاوة تشمل قراءة الآيات وتشمل اتباع الآيات والعمل بمضمونها، ففيه فضل قيام الليل، لأنه سبب، لأن قيام الليل وتلاوة القرآن في صلاة الليل سبب للتدبر وحضور القلب، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وفي الآيات أيضا أنه
أن الإنسان لا يقتصر على نفسه، أن المؤمن لا يقتصر على نفسه بالصلاح وفعل الخير، بل لا بد أن يدعو إلى الله، ولا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويهتم بشؤون إخوانه فيكون قدوة حسنة، ويكون داعيا إلى الله، ويكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ويكون معلما للخير. ولهذا قال في هؤلاء: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين، بل إنه سبحانه وتعالى يحفظ لهم أعمالهم وإن كانت قليلة. وفي الحديث: إن الرجل إذا تصدق بالصدقة من كسب طيب فإن الله يأخذها بيمينه وينميها له حتى تكون مثل الجبل العظيم، كما قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتقبلها ويحفظها وينميها لعباده المؤمنين حتى يجدوها أوفر ما كانت، وهم أحوج ما يكونون إليها. وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده، وفيه الحث على العمل الصالح والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: والله عليم بالمتقين، حث على إخلاص العمل لله وإخلاص النية والقصد، لأن ليس المقصود صورة العمل، ظاهر العمل، وإنما المقصود مع ذلك إخلاص النية فيه لله عز وجل، وإحسانه وإتقانه، كما قال سبحانه وتعالى: من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيجب الإخلاص لله عز وجل في العمل مع المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إكمال العمل وإتمامه على الصفة المشروعة، إخلاصه لله عز وجل، إحسانه ظاهرا وإحسانه باطنا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.